طبيعة الحال عملية توسيع السلطة القانونية على الأقاليم الجنوبية وخصوصا على المجال البحري يعطي للاستثمارات خصوصا الخارجية يعني نظرة واضحة، لأن كما تعلمون الاستثمار الخارجي عادة يتطلب وضوح في الرؤية القانونية، ولهذا فهذا العمل الذي قام به المغرب لتوضيح مجاله البحري سيكون له آثار كبيرة على الاستثمارات الكبرى التي ستأتي لهذه المنطقة، سواء الاستثمارات التي ستكون على المنطقة القارة الأرضية يعني المجال الأرضي أو على مستوى الشواطئ أو داخل البحر كالاستكشافات النفطية مثلا. كل هذا يتطلب وضوح في يعني على المستوى القانوني، وطبيعة الحال كل ما تم يعني الإعلان عنه من توجيهات جديدة على مستوى النموذج التنموي لأقاليم الجنوب يتطلب هذا الأمر، لأن المنظور هو منظور كبير يعني يتمثل في أولا تطوير ما يسمى بالاقتصاد الأزرق، ونعلم بأن هذا الاقتصاد المرتبط بالبحر وكل ما هو يعني منتجات بحرية هو مجال كبير سيعطي زخم كبير للتنمية على مستوى أقاليم الجنوب. فالاقتصاد الأزرق يشمل إضافة إلى يعني الاستثمار في الصيد البحري، يشمل كذلك كل ما هو ارتباط بالاستثمارات يعني المرتبطة بالبحر ك مثلا الاكواكولتور يعني الانتاج الصناعي للبحر، وكل ما هو مرتبط بالسياحة الشاطئية والتوريزم دو كروزيير، وكل هذه المسائل بطبيعة الحال هي مرتبطة بهذا الاقتصاد الأزرق، بارتباط كذلك مع توضيح يعني المجال القانوني للأقاليم الجنوبية. لا ننسى الميناء الأطلسي الكبير للدخلة، وهو ميناء الذي يعني سيكون فريد من نوعه لأنه سيكون داخل البحر وليس على يعني على اليابسة مباشرة، سيكون يعني ميناء متميزا داخل المجال البحري، وبطبيعة الحال هذا الأمر يتطلب وضوح قانوني للمجال البحري المغربي لكي يعني يكون هذا الاستثمار يعني له قاعدة قانونية صلبة.